القيامه قايمه. سيدي تقوم وتقعد، نحن ما لنا علاقه، حط ايديك واجريك بمي بارده. هيك فكرها؟ اكا برد قلبك. قوم قوم، صارت الدنيا ضهر وبعدك نايم، قوم صحصح. شو اخبار مينا؟ هادي اكثر من العاده. لك شو هادي؟ عم يقولوا القيامه قايمه. يا سيدي نامت وانقعدت، نحن لا دخلنا ولا حدا ممكن يشك فينا. عم يقولوا الختيار ما دخن ارجلته اليوم الصباح. عمره ما يارجل. شو عمره ما يارجل؟ اذا ما ارجل معناتها قيامته قايمه. يا سيدي ان شاء الله بتقوم وبتقعد على راسه. خير احمد؟ في شيء؟ اي نعم. عرفت وين مفيد؟ في واحد بيشتغل بالميناء، خبرني انه مفيد عم يشتغل بحار على ظهر سفينة يونانية. لبيبة؟ حابب احكي معك كلمتين، ممكن نشرب لنا فنجان قهوة؟ تفضل. والمصاري جوا تحت المخدة، هي قوماته. وليش يا سيد حليش؟ مشان اعطي كل واحد حصته. قصدك نتقاسمون؟ لا، مش المصاري مو الي، انا بعطي كل واحد منكم شوي. في شي بيضحك؟ هلا بشرفك امبارح لما سطينا على المعونه ما عملتها بأوعيك؟ انا؟ ايه، وانا شميت ريحتك كمان. تعرف يا حليش مشكلتك انك حرامي صغير، يعني بدك المصاري مشان تشمع الخيط وتهرب. الحرامية الصغار كلهم بيساووا هيك، بيسرقوا حي الله شي بيلاقوه وبيهربوا وبيوقعوا بالجورة، مثل الأعمى اللي مضيع عصايته، بيضيعوا وبيضيعوا اللي معهم. أنا بعرف إنه عندك جماعة ولازم تصرف عليهم، مشان هيك رح اعطيك. اوعى تفكر اني عم بعطيك لاني خايف منك، او خايف تدس علي عند الختيار، او خايف تحرض صبيانك يهاجموني. انا 50 واحد مثل حكايتك ما بيهزوا شعره من شواربي، بس رح اعطيك لاني حقاني. بس شوف حليش، بتنفذ كل شي بقلك عليه كلمه كلمه وحركه حركه. هي اول عمليه بنساويها، وقدامنا عمليات كثير، فلا تستعجل. صاي انت ليش مستعجل لك حليش؟ معلش حليش هيك طبعه، بس صار لازم يغير الطبع اذا كان بده يتحول من حرامي صغير لقناص محترم. قلي لشوف مين اللي دفروا البضاعه؟ وليش حضرتك عم تسال هالسؤال؟ ما في شيء، حابب زورهم وتعرف عليهم. حرام؟ لا مو حرام، بس الجماعة ما بيريدوا يصير هيك شيء. أنا الواسطة بالمعاملة معهم والسلام. وليش ما بيريدوا هيك شيء؟ ما بدهم ينكشف السر. أنا اللي بدي يكشف السر ولا؟ لا ما قصدي، بس يعني الجماعة حابين إنه كل شيء بده يصير يكون عن طريقي أنا. طريقك خلص سكرناه. لا أكيد عم تمزح. وإذا كنت عم بحكي جد؟ معناتها أنت عم تلعب بالنار. أنا حليش وسأل عني بكل المينا. عبدوش احكي له مين أنا. ضبه ولا ضبه؟ هاتوا
هيك شغلات ما بتنفع معي. أنا رح دادس على اللي عم يدفروا البضاعة لحتى لاقيهم. رح خليهم يدفعوا مثل ما الله خلقهم. وإذا ما دفعوا رح خليهم يندموا على الساعة اللي شافوك فيها. ايه شو هالجوز كلام اللي كنت حابب تقلي اياه؟ بصراحة أنا معجب بإخلاصك وبعواطفك تجاه مفيد، بس بالفترة الأخيرة صرت عم حس إنه سلوكك فيه شوية مبالغة. شو قصدك؟ أنا خايف عليك وحامل همك. من شو؟ من حكي الناس. يا سيدي خليهم يحكوا، يعني يا المتهم وعند ربه بريء. من جهة تانية أنا خايف يكون انتظارك على الفاضي. شو قصدك؟ قصدي إنه ما في شيء رسمي بيربطك أنت ومفيد، والشيء اللي قلقني هو خوفي إنه تكون القصة من طرفك أنت وبس. شو عم تحكي أنت؟ عم تحكي الصح. مفيد صار له طلع من الحبس حوالي 3 سنين، يعني صار لي 5 سنين ما شفتيه، وعم بيقولوا انه صار عم يشتغل بالبحر. عجيب امرك. معقول تكون جايبني لهون حتى تسمعني هيك حكي؟ شو بك اتضايقت؟ على علمي انك بتأرجل. بطلوني اياها بالحبس اجباري، بس لما طلعت بطلتها بمراقي. زلقوط؟ ناقصنا راكب رابع، تلعب معنا؟ ايه مو غلط. شرف هات يا بيه. شرف عليك. ليش قشيت؟ هلا بضطر ارمي له بعصره. اخي انا بطلت، أنا غشيم بهاللعبة. لسه هلا بلشنا. أحسن. مو غلط، بس بدك الصراحة أنت ما لك غشيم. أنت حمار. حمار لعب. لطيف شو أنا؟ لهيك ست الوالدة تغيرت من ناحية. بتكون مفكرة أني سبب تبطيلك عن يسرى؟ الصراحة. الصراحة شو؟ الصراحة ما بعرف. ليش قشيت؟ لك وهاد كمان غشيم لعب. مو غلط، بس في فرق. شو الفرق؟ هداك حمار، هاد كركور صغير. عن اذنكم راجع. غير شباب، ليش هيك وشك معكر؟
ليش ما عرفتوا شو صار؟ شو صار؟ سرقوا البضاعة من معونة الختيار، والختيار مو سائل عن البضاعة مع انه قيمتها كبيرة. اللي قهروا للختيار انه العملية صارت قدامه بالمرفأ وانه انضربوا الحارس وكتفوه، والختيار معتبر هالشي تحدي مباشر له، وهالشي جزاء الموت. يا لطيف. بدي افهم ليش عم تضحك انت؟ ما في شيء، بس انا وشي ضحوكي يا سيدي. اكيد اللي عمل العمله واحد ابن ابوه. بشر، هذا مو ابن ابوه، هذا ابن امه، وعن قريب رح ينداس بالرجلين ويموت موتة كلاب. يا سيدي اللي عامل العمله واحد مجنون. هاي مو عمله واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، هاي عمله وراها جماعه الشيخ ظاهر، اللي بينهم وبين الختيار عداوه قديمه. معقول؟ أصلاً هذا هو الشيء الوحيد المعقول، لأنه الختيار بيعرف المينا مثل راحت كفه. عندك الزعران اللي بتعيشوا من ورا الوطاوي، وعندك الجوادين اللي إذا ربطت الواحد منهم على قفاه بيقول لك ممنونك هات إيدك لبوسة، وعندك العمال، هذول جماعة، كل جماعة في لها معلم بسيسة، وعندك الحرامية أمثال حليش وغيره. يعني أنا الحمد لله تبت وما عاد مديت إيدي على شيء، والختيار يعني بيعتبرني واحد من خدامينه. ما فشرت تكون خدامين، انت ما بتطلع اصبع من اصابع ايدي. يا سيدي كل اللي بالمينا خدامينه ومثل اصابيعه، في ناس مثل اصابع ايديه، في ناس مثل اصابع رجليه، والحمد لله يعني انا من الصنف الاولاني. خسيت يا دون، لك انت ما بتطلع مسمار صغير بصباطه ولا ختيار. زلقوط، أنا شي مرة غلطت معك؟ ليش عم تحكي معي هالحكي؟ ليش أنت بيطلع لك تغلط معي ده؟ طيب شو أذنبت بحقك؟ يعني ما بتعرف بشو أذنبت معي؟ لا وحياتك. طيب وين حصتي ده؟ ولا ناوي تاكل الدراء وقشرتها؟ فكر الدنيا سايبة ما فيها حدا. أنا حصة؟ حصتي، أسبوعيتي. ها وحياتك ما اشتغلت ولا فات لجيبتي عملي من شهر وأكثر. بعدين انا تبت والختيار بيعرف هذا الشيء. انت واحد كذاب وكذبك ما بيمرق علي، وانا بعرف انك عم تسرق وبدك تحط اسبوعيتي هلا مثل ما الله خلقك. شو هاد ولا لك تكون مفكرني عم بطلب حسني من فضله خير اهلك؟ انا وحياتك هذا نص اللي معي. أولاً لا تحلف بحياتي، ثانياً معك ما معك ما بيهمني، أنا بيهمني إنك تدفع. شو يعني بدفع لك كل شيء وببقى بلا شيء أنا؟ إن شاء الله حتى تبقى بلا راس، ما بيهمني، عم أقول لك بدك تدفع، يعني بدك تدفع. طول بالك عليه معلم زلقوط، المرة الجاية بيطلع لك الفرق. وأنت شرف احكي لك كلمة كمان. أنا ما دخلني، أنا برات اللعبة. شلون برات اللعبة؟ مو أنت من جماعة حليش؟ أنا من جماعة اللي بدبر لي شغل، ولهلا أنا قاعد بطال. يلا بالإذن. الله معك. اسمع حليش، إذا ما بدك تدفع غضب الله ونزل عليك يا حليش. أخي أنا منين بدفع لك؟ أنت طميع، يعني بدفع لك كل شيء وقبل شيء، يعني باكل من الهواء؟ تاكل هواء، بتاكل زفت، أنا ما دخلني أنا. بدك تدفع لحتى أدفع لغيرك. هذا كل شيء معي. لك تكون مخبي شيء هون ولا هون بالمحرك ولا بالطبون؟ تعال تعال فتشني اذا بدك. ايه مو خلاص. بس وينك؟ ما بدي اوسخ ايدي. اسمع وفهم يا حليش، شايف هدول اللي اخذتهم؟ هدول نص خسكاري، واذا عاجبك وشك مثل ما هو ما تورجيني اياه الا والنص الباقي معك.
لانه عليم الله يا حليش بشرشحه بخليك ما تعرف وشك بالمرايه. طيب منين بجيب لك يعني اسرق؟ مو غلط. الله يلعن ابو هالعيشه اذا ما الموت اهون منا. امشي امشي داخلي. ما انت وياه اللي سرق المعونه هو واحد من اللي بيشتغلوا بالمينا هون. لو كانت الشغله سرقه وبس كنا قلنا فيها وما فيها. واحد رزيل بده يكسب له قرشين ويعيش، لكن الشيء اللي صار اكبر من هيك بكتير. الشيء اللي صار جريمه، جريمه كبيره. ما فيها تحدي الي، فيها تحدي الكم كلكم. الشيء اللي صار مو إهانة لشرفي وحدي بس، إهانة لشرف المينا. تكميم زميلكم حمدي العجان حارس المعونة وتكتيفه وضربه إهانة لشرف المينا يلي هو شرفكم كلكم. وما بخفيكم إني اعتبرت الشيء اللي صار ضربة موجهة إلي شخصيا. وما بخفيكم كمان انه هالضربة هي جرح ابني بالصميم، وانا متأكد انها جرحت كل الشرفاء اللي بيناتكم. لهيك بدي تمشولي هالكلب ابن الكلب من تحت تعطيه الارض، وإلا رح اتهمكم كلكم ورح احاسبكم كلكم، وحسابكم معي رح يكون عسير. ومن هلأ انا قاعد لكم بالمينا ليل نهار حتى تجيبوا لي هالفاعل ابن الفاعلي، والا ذنبكن على جنبكن. يلا لشوف، يلا روحوا فتشوا لي الارض والسماء، البحر والمينا، المي والهواء. ما بدي اشوف حدا منكم واقف قدامي قبل ما يرتمي هالابن الكلب تحت كندرتي. شوف ليش؟ مبارك كنت عامل سبع البرمبة، اليوم على نية كنت رح تبكي قدام الزلقوط. باري حضرتك أجبرتني إنه أشترك معك بالعملية المجنونة غصبا عني، واليوم إجا الزلقوط وشفط كل شي مني، مو شي بزحل ضبانات العقل. تعرف أنا قضيت نص عمري طفران وحفيان، بعمر المصاري ما عبت عيني، طول عمرها كانت قضيان غراض. أنت من زمان بتسرق؟ من وقت ما كنت صغير. معناها رح تضل حرامي صغير. كان معنا واحد بالحبس فهمان كان يقول من شب على شيء شاب عليه. معناتها إذا طول عمرك رح تقطع ابنها بشحاش. مزبوط، مشان هيك بس تشوفني خبي ذنبك لأني رح أقطع لك يا. أنت ليش سرقت أول مرة؟ يا سيدي ماتت أمي وأنا وصغير الله يرحمه. تعيش احبابه. والوالد الله يصلحه راح اتجوز وحده، بس شو وحده؟ لك صفره صفره وسماويه وشرسه والعياذ بالله منها. فكانت قلعنا برات البيت وعلى طول جوعانين، على طول بالشوارع. يا من ترانا تلاقينا بالشوارع. ما لقيت لك حالي غير مع شده اولاد نروح ونسرق الحنطه بالماسوره. كيف يعني؟ ايه رزق الله. لما كنا نشوف طنبر محمل حنطة كان الواحد منا. أحيانا كنا ندخل على المينا ونتخبى ورا مكابس جوالات الحنطة ونسرقها بالماسورة، ونفس الشيء كنا نعمل بالسيارات اللي توقف قدام باب المينا. طب وشو كنتوا تعملوا بالحنطة اللي تسرقوها؟ كنا نجمعه لحتى يصيروا كيس أو نص كيس، بعدين نبيعه لتجار مال أبان. بس مرة من مرات مسكوني وأنا بالمينا عم بسرق، ونمنا فيها 20 يوم
بس بالحبس يا سلام على الحبس. تعرفت لك على اثنين بعمري واتفقنا لما نطلع نعمل عصابة وهيك يعني مضى العمر. مرة بالحبس مرة برات الحبس مو فارق والحال على حاله. ايه ليش؟ انا ما عاد شوف الجماعة اللي دفروا البضاعة. بكرة المساء بتروح لعندهم وبتجيب بقية الحساب. طيب واذا ما عطوني كل الحساب واذا قدروا البضاعة بسعر اقل من اللي قدرناه؟ بسيطة، خد منهم على قد تقديرهم، هن كمان عم يخاطروا بحياتهم معنا وبيضلوا شركة بالعملية. مزبوط أخي، أنا بظن ما راح يدفعوا كل الحساب. قل له المعلم بده كل الحساب. وإذا ما دفعوا؟ ترمي الفلوس بوشهم وبترجع لهون. لا عمي، أنا ما بشتغل الشغلة بنوب، الشغلة فيها مخاطرة، بعدين فيها مشكلتك يا حليش إنك قضيت حياتك كلها بدون ما تتعلم شيء. قل لي لشوف، شو هو الشيء اللي ما في خطر بهالحياة؟ لكن الخطر موجود بكل شيء بهالدنيا، موجود بيناتنا حوالينا، الخطر موجود بأكلنا وبشربنا، لك حتى بالهواء اللي بنتنفسه. والإنسان اللي ما بيواجه الخطر بصير واحد من ثلاثة، يا عبد يا ندل يا شحاد. وعدم المؤاخذة بالنسبة إلك يعني الثلاثة اجتمعوا فيك. بتروح لعند الجماعة وإذا ما عطوك كل حساب بترميهم بخلقتهم وتقول لهم إنه معلمي رح يخليكم تدفعوا الحساب وتبوسوا الصرماية كمان. قل لهم هالكلام على لساني، بس إياك تذكر اسمي على لسانك. ومن هلا لهداك الوقت ما بدي أشوف خلقتك بالمرة. بتقول لهم الكلام اللي قلت لك إياه حرف حرف. سمعت؟ غير عم تقسى عليه فيك. أنا تقصدت هالشي، بلكي بصير رجال ولو مرة واحدة بهالعمر. صعب. معنى هالكلام ابن أخوي إنك إذا شفته للحرامي ما رح تتعرف عليه. الله أعلم. هدي روحك ابن أخوي، هدي روحك. أنا بعرف إنك كنت نايم وكانت الدنيا عتمة، بس بدي إياك تركز معي. الحرامي كان بشوارب ولا بلا شوارب؟ والله يا سيدنا أنا ما بعرف، بس بظن إنه كان بشوارب. كتير كويس ابن أخوي. اللي بدي إياه منك هلأ إنك تنزل وتتفتل بهالمينا، وراح ينزل معاك العلج، وكل واحد بتشك فيه تقلو عليه، وأنت بتجيب لي قايمة بأسماء كل المضانين. مفهوم؟ عراسي. السلام عليكم. وينك ابن أخوي؟ نعم عمي. انت بتعرف تسبح؟ نعم عمي بعرف. ومع هيك ابن اخوي الحذر واجب، لانه البحر غدار وياما غرق سباحين. حاضر. المهم نطلع بنتيجة، لا تستعجل، فرزنهم منيحة. قلتك ليش الختيار سألني إذا كنت بعرف أسبح؟ ما بعرف، بلكي بده يبعثك مشوار بالبحر.
صباح الخير. أهلين صباح الخير. تفضل. جمهور مثل العادة. مو على راسي. عندك واحد سكر زيادة. صاي ما قلت لي انت شو بتشتغل؟ انا ما بشتغل شيء، بس المعلم حليش وعدني يدبر لي شغل الي ولرفيقي. ايه مو غلط. هلا حليش صار معلم؟ هو هيك طلب منا النادي. مو غلط، يعني المعلم حليش وعدكم يدبر لكم شغل؟ اي نعم. لك هذا حليش جرو صغير بالمينا، بيسرق شغلات بسيطه من هون ومن هون وما حدا بيحسب له حساب. وباينتك انت ورفيقك الاجدباد نفس الماركه. صحيح شو اسمه هذا الدب اللي كان قاعد معكم؟ مفيد، اسمه مفيد. مفيد؟ من وين هو؟ من بانياس. كان يشتغل اجير فران بعدين كحتوه. ايه مو غلط، بس باينتو اجدب من الوزن الثقيله. حدث ولا حرج، اجدب اجدب. بدك شيء؟ الله معك، كثر خيرك معلم زلقوط. ايه يا عمي عبدوش، باينتك شاب ابن حلال. بدك تدير بالك من هيك اشكال. صباح الخير. الله يعطينا خير الصباح. خير شو في؟ اجا صاحبك الزلقوط استفسر مني عني وعنك. ايه مفكرك اجدب. هيك احسن، وانت حاول تاكد له هالشيء، يعني اوعى تقبضني قدامه وسبني اذا قدرت، سمعان؟ ولا على بالك انا فهمان عليك. قلت له المعلم حليش رح يدبر لي شغل الي ولك مشان يطبق الحكي. بس وحيات عبدوش الامور ما رح تطول هيك، الا ما يجي يوم يكشر الوحش عن انيابه. بس من هلا ليجي هداك اليوم خلي هالوحش متخبي بأواعي هالمسكين. صاير حويت كثير ولك مفيد؟ يا ترى بلشت تخاف؟ ما بعرفك ليه. امتى صرت لعني مكبرتي؟ بالسجن. بالسجن تعلمت اشياء كثيره. وانا كمان كنت بالحبس، بس ما تعلمت شيء. لانك حمار. لا تلبخ حكي مفيد. على مهلك ولو عم نمزح. لك على فكره انت صاير داهي مكبرتي. اه وانت لعني مصبره. لين عمي مفيد امور؟ جيب لي واحد ساده. مو على راسي. وشده بلكي بنتسلى شوي. وعندك واحد ساده وواحد شده لهون. اليوم في شيء مو طبيعي بالمينا، ونحن عم نلعب بالورق، كل شوي يفوت واحد يطلع مين في جوا ويروح. اختيار جاي مع كل شيء بالمينا، وحاكي كلام بأشعر البدن. معتبر عملية الفلوكة يا مفيد تحدي له شخصيا. ونحن شو دخلنا؟ وما بعرفك، كنت بقول عنك ممثل بالسينما. ليش؟ لأنك أهبل، بس أنت وحش. أنا وحش بس بالاسم. بس من جوا بني ادم. الاستاذ اللي تعرفت عليه بالسجن هيك كان يقول لي. مره قلت له انا مستعد اقتل 10 رجال بس ما بقدر اتحمل دمعة الدم. بتعرف شو قال لي؟ شو قال؟ قال لي يا مفيد انت مالك سيء من جوا، بس الظروف اللي حواليك هي السيئه. يا مفيد حياتنا وسخه عن حق وحقيقي. هيك بتظن؟ ما هيك بظن، انا متاكد. ليش انت ما بتعرف هالشيء؟ أنا بعرف بس عامل حالي ما بعرف. ما بحب حدا يذكرني بهالشيء. مشي لإلك. لوين؟ بعرف محل بزاوي سمكة حرة وعنده ولا نسيان بيطير ضمانات الحالة. مشي معي مشي معي لك مفيد. يا معلم حليش بده يشوفك. خليه يفوت. السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا. قديش قدرتونا البضاعه معلم؟ 600 منيح. بس المعلم قال بده الحساب بالكامل. بعلمي انك انت المعلم. نحن بطلنا الولدانات من زمان. بعدين بيقول المتى اللي ماله كبير بيشتري كبير. كنت حاسس بهالشيء انه هالضربه هذه اكبر من امكانياتك. خذ هال200 سلم لي على معلمك وقول له لتمالي بعدين. خاطرك ما اخذت المصاري. معلمي امرني ارمي المصاري اذا ما دفعتوا الحساب بالكامل، وقال انه ما بقى يتعامل معكم من اليوم وطالع بنوب. ايه تكرم انت ومعلمك. شرف، هاي 400. شو اسمه معلمكم برا صغرى؟ اسمه ابو هدير. بينتوا معلمكم من اللي بيشتغلوا على التقيل. سلم لي عليه اماني. بيصل. سلام. في كلمة صار يومين عم تدق براسي مثل الجرس، عم حاول انساها وما عم بقدر. شو هي؟ وبعدين شو هي وبعدين؟ حزيرة؟ يعني ممكن عملية المعونة تمر بسلام. طيب وبعدين؟ صحيح وبعدين؟ تعرف عبدوش، أنا حطيت حالي بدرب السد اللي ما بيرد. بهالطريق إذا التقى الواحد مع حدا من أعدائه ما في قدامه غير احتمالين، يا يقضي على أعدائه يا أعدائه يقضوا عليه. أنا ما بحب أقضي على حدا، بس كمان أنا ما بحب موت. يا الله وبعدين؟ عجيبة هالدنيا. كنت أقول وبعدين لحالي، هلا صرنا نحن اثنين. مساء الخير. ممكن أعرف ليش كل هالقد فرحان يا سيد حليشان؟ وليش حتى بكون فرحان؟ جبت لك بقيت الحساب كله. ودفعوا لك دغري؟ لكان. قلت لهم بيسلم عليكم معلمي أبو هدير. أبو إيش؟ أبو هدير. بالبداية عصلجوا شوي، بس هددتهم مثل ما فهمتني، قاموا عطوني المصاري وطيبوا خاطري. يا لطيف. لا يا لطيف يا شباب، شو العز حلو. طيب ما حدا سألك عني؟ بلا. بالبداية كبير المدفرين سألني شو اسمه معلمك، قمت قلت له أبو هدير، قام انبسط وهز براسه هيك وقال لي سلم لي على معلمك. قال لي باينته من المعلمين اللي بيشتغلوا على تقيل. بري عليك، قلت لي ابو هدير. لك واحلى ابو هدير كمان. يلا ابو البحليش خلينا نمشي، معلمك ابو هدير بعد شوي راح يصير ابو شخير. تصبح على خير معلم. وانت من اهله. تصبح على خير مفيد. قصدي انه ما في شيء رسمي بيربطك انت ومفيد، والشيء اللي قلقني هو خوفي انه تكون القصه من طرفك انت وبس. عم احكي الصح؟ مفيد صار له طلع من الحبس حوالي 3 سنين، يعني صار لي 5 سنين ما شفتيه، وعم بيقولوا انه صار عم يشتغل بالبحر. عجيب امرك، معقول تكون جايبني لهون حتى تسمعني هيك حكي؟ صباح الخير.
انو صباح صارت الدنيا الظهر. هالشي مكتوب على ورق الخيار. لك شو عم تحكي انت؟ مكتوب على ورق الخيار، اللي بيسهر بالليل بينام بالنهار. بسم الله عليك، فايق ورايق. هلين بالشباب، مروا. واحد سادة واحد سكر زيادة ورق شدي. مو على راسي. وعندك واحد سادة واحد زيادة وشدة لهون. تعري؟ شو؟ يا سيدي الكلمة اللي كنت أنت حابب تنساها ضلت طول الليل تون براسي. شرف. بعدين؟ بلا بعدين بلا قبلين. قص. باصرة باصرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تلعب محلي؟ لا والله مو جاي عبالي. قلت لي شو اسمك انت؟ انا اسمي مفيد. مرحبا. اهلين 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 محليش. اطلع بالباقي اطلع. وحياتك لا تحلف بحياتي. بعدين انا فهمتك وقلت لك انه ما بدي اشوف وشك الا والنص الباقي معك، صح؟ صح. بس بشرفي. يا حبيبي ليش انت فيك شرف ولا؟ طيب منين بدي ادفع لك اذا صار لي اسبوع ما استفتحت؟ لك لا تجذبها. انت بتسرق الكحل من العين، واذا قطعوا لك ايدك اليوم بتفرع بكره. انت بتسرق بيت امك يا ابن الحرام، فلا تمسكن قدامي. ها احسن ما ضلني عفس فيك لحتى تنزل العفاريت تعفس معي. ها بدك تدفع غصب عنك. قلت لك ما معي. يعني ما بدك تدفع. طيب الصلوط اذا بخليك تهوب ناحل مينا. بدك تدفع يعني بدك تدفع. روح. شو بها يا صلوط؟ شو عمل لك حليش؟ ليش حليش بيعمل شيء غير السرقه؟ شو سرق لك؟ ما سرق لي شيء، بس تنمرد علي ما بده يدفع لي اللي لبزمته. اذا ما دفع اليوم بصير بكره معه بيدفع لك. مسحت الارض فيه، كان راح يفرط بين ايديك. اسمع يا جماعه، ما تتدخل بشي ما بيعنيك منشان ما تسمع كلام ما بيرضيك. ها اهلين بالمعلم. اهلين. شو هاد؟ شفت بعينك شو سويت لك بالواطي؟ شفت، بس بشرفي انت واحد زكر. هلا برأيك حليش ما بيستاهل الغسلة؟ يا معلم، إذا معه ما دفع بيستاهل، بس إذا ما معه حرام ما بيستاهل. لك أنا ما بيهمني معه ولا ما معه، أنا بيهمني يدفع وراح يدفع. طيب إذا ما معه منين بده يدفع؟ بعينتك درويش أكثر من لازم. لك هذا حليش بيسرق الخرم من الإبرة. كيف يعني؟ يعني حرامي كبير. يعني شايف أصابيعك هدول؟ بيسرق لك ياهم من دون ما تحس. يعني انت بدك اياه يسرق ويدفع لك؟ طب انا ما بيهمني، ما بيهمني منين بجيب المصاري. اللي بدي اياه بدي يصير وراح يصير، بده يدفع. شيلنا هلا، شو بتشربوا؟ فضلك سابق معلم زلقوط. اوكي بلا سابق بلا لاحق. سطوف؟ ايوه جاي. تعال هون تعال. هات لنا ثلاثة قهوة روح. مو على راسي.
وعندك واحد سادة واحد ستر زيادة واحد عربي حلال. سلام. شو حكايتك انت بالضبط؟ لا هالمرة ما في حكاية ولا شيء. كنت عندي مكنسيان، بدلت بواجي وبلاتين، لقيت حالي قريب، قلت بمرق بخك. بشرفك؟ اي بشرفي. بواجي ما مو غلط. هاي باصرة انخزل عين عنك، ما العبك خرجت تلعب بالاربعة. انت شو رأيك تشتغل معي تترك حليش؟ بتنفع بتستنفع. عليم الله انك تور خرج فلاحه، بس اصحك تكون خاروف مثل حليش. لسه ما جربت حالي. اي بكره بتجرب حالك وبتشبع تجريب. احكي لي الدغري، شو علاقتك بحليش انت؟ مثل ما قلت لك وعدني يدبر لي شغل. بعرف ابن حرام شافك بطال عطال قال لك نتصيده. لا تنكر انه الزلقوط بيسمع دبيب النمله بهالمينا. فتح لي عينك منيح. دريتوا شو صار بالمينا؟ ونحن شو بده يدرينا يا معلم زلغوط؟ نحن ما منفوت على المينا لانه مالنا فيها شغل. هلا حليش ما شغلكم ولا مره معه بالسرقه؟ قلنا لك وعدنا يدبرنا شغل. اي بده يشغلكم بالسرقه. اعوذ بالله، حليش وعدنا يدبرنا شغل بالمينا. معناها ضحك عليكم، هذا واحد كذاب حرامي. بعدين اوعى تفوتوا معه على المينا بهالايام، الدنيا قايمه قاعده جوا. ليش شو صاير؟ صايرة شي سرقة بالمينا؟ يا ريت، السرقات ما بتوقف لا ليل ولا نهار. لكان شو صاير؟ صاير شغلة كبيرة كتير كتير. سارقين معهم الختيار ومربطين الحارس وضاربينه ومكممينه، والختيار معتبر هالشي تحدي لهيبته. وما عرفوا مين اللي عامل هالعملة؟ ما عرفوا. بس الختيار بيعرف انه من جوات المينا، بس مدفوعين من برا. مين ممكن يدفعهم لهيك شغلة؟ معروفة. أعداء الختيار. جماعة الشيخ ظاهر. عبدوش، هاي القهوة أأمن محل بالنسبة لنا، ما لازم نتركها أبدا. يعني بدي أتركها لأني فرطت من الشوفة. قوم لكان نتغدى وبعدين بنرجع لهون. يلا بالمرة بنشوف الصرصور حليش شو صار معه. يلا. هلا ليش جبتني لهون؟ في كلمتين بدي احكيهم معك وما عم تعطيني فرصة. قلت مالي الا اعزمك على الغداء واحكي لك اياهم. لكن قبل ما تحكي لي هالكلمتين وصيلي على الغداء، فرطاني من جوعي. تكرم عيوني. ليش؟ صح ريشك على هيك، شكلك بكشش البدن، مين بعرف؟ تعال باي. ما
شو حليش؟ مبارك كنت عم تحكي عن العز انه حلو كتير، ليش انطرحت قدام رجلين الزلقوط بهالشكل اللي بيقرب؟ كان لازم تقاومه طالما ما بدك تدفع له. وليش حضرتك ما وقفت الزلقوط عند حده؟ اه خفت منه يعني؟ بصراحة ايه خفت، ليش مين انا حتى ما خاف؟ كل اللي بالمينا وبقهوة المينا رجال، بس نحن جراوي. انا جرو مثلك يا حليش، وجرو ما بيقدر يدافع عن جرو، صح ولا لا؟ معناته عم تعترف انك خفت منه؟ ايه عم بعترف. لكن ليش عم تمرجل علينا؟ سيدي مالي بلاقي غيركم تمرجل عليه. شوف اخي، صار لازم نفترق وكل واحد منا يروح بحال سبيله. عطوني حصتي خليني اروح. اي ما حزرت فيها، اول شي بننفض بجلدنا، بعدين الواحد بينقلع وين ما بده، درب السد ما يرد. قوم، في مطعم على الزاوية وصيناه على الاكل، قوم اسناولن وتعا. قوم يا سيدي. ما رح روح. روح انت اذا بدك، انا ماني عبدك. افرطوها بقى، خلصوني انا رح روح. لا انا قلت حليش بيروح يعني حليش بيروح. اخي مالي رح روح، مالي خدام ابوك انا. شوفوا له ابي ماله علاقه بالموضوع، واذا بتجيب اسمه على لسانك مره تانية رح اصل لك اياه وطعمي للكلب. ما رح روح، واذا كنت رجال مد ايدك علي. شبكوا له؟ ليش الملاسنه والحكي الفاضي؟ اذا جاي على بالك تخانق خلي حكيك معي انا. انا اللي رح خليك تروح ورجلك فوق رقبتك. لا عبدو، اذا حط اجره فوق رقبته بيتاخر بعدين، وانا ميت من جوعي. اخي انا رح روح بس ما عاد ارجع. رح ترجع، رح ترجع اكيد، لانك عاقل. رح ترجع وتطيعني وتشيل الاوهام من راسك، لانه اذا جد الجد خليك تستغيث بالانس والجن. لا اسمع يا حليش، اذا احنا ثلاثه رجلينا بالفلقه سوا، واذا اختلفنا بتروح علينا. طيب وين كانت مراجله لما الزلقوط عفسني؟ قلت لك انا بخاف من الزلقوط. سمعته شو عم يقول؟ ولك يا ابا المفيد عم يمزح. مفيد بياكل اربعه مثل الزلقوط وبلا ملح كمان. ولك يا اهبل، مفيد عم يتمسكن حتى ما ننفضح. لكن شو انت حمار؟ لا ماني حمار. لكن افهمها وخلصنا وروح هات الاكلات. المخلوق فرط، ما بقى يجيب اولاد. بيستاهل. بدك تدير بالك منه. ها هذا واحد خاين وجبان. بعرفه، مشان هيك ما ضربته لهلا، عم خوفه تخويف. بس لما بتنتهي القصه رح خليه يندم على كل كلمه قالها. دايما ان شاء الله. لسه ما كملتي اكلك، ما قلتي انك حتموتي من الجوع؟ انا اكتفيت والحمد لله. صراحة من زمان ما دقت اكل طيب بهالشكل. شبك؟ ليش عم تضحك؟ هالنوع من الاكل عادي، بس انت جوعانه، والمثل بيقول الجوع احسن طباخ. انا بعرف انه الضيف الشرشوح بياكل بروح، بس مع هيك ما رح اقدر اطول هون، لانه رفيقتي بالشغل جاي لعندي اليوم. فشو الكلمتين اللي قلت لي انك حابب تحكيهم معي؟ بصراحة ماني عرفان كيف بدي بلش. الموضوع له علاقة فيني ما هيك؟ لا تنحرج ولا يهمك. أنا رحت اليوم لعند أم سركيس اللي كنت ساكنة عندها، وقالت لي انه رح تفضى عندها اوضه باخر الشهر. فبتسلم لي على ست الوالده وبتقلي اني رح اترك الملحق باخر الشهر ان شاء الله. دامي فرحتك. بس ما هذا هو الموضوع اللي بدي احكي معك فيه. خير احمد؟ ليكون بدك يعني احكي لك مع يسرى؟ ما بخفيكي انا كمان معجب بمفيد، ولهلا بعتبره مثل اخي. بس لبيبة انا قدام واقع محدد، اذا ما واجهته ممكن يدمرني ويضل حسره بقلبي. ليكون قصدك؟ لا
بتعرفي انه ابنك عزمني اليوم على الغداء وقال لي انه بيحبني وانا ما كنت حاسه بهالشيء. انت تغير بوف، انت صار شكلك وحش. ايه مرحبا اخلاق. الاخلاق هون عامله باطله، واياك تجيب سيرتها قدام حدا، بعدين بيضحكوا عليك او بيفكروك مجنون. يعني حتى يفضى هواكي من كاستي لازم حدا تاني يعبي الكاسه. عيله منتوفه ابا عن جد، قلنا تاريخ بهالشغله،